مشاهدي متشبيقا نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب مدينة الضربات. تشاهدوا معنا تدخل أكثر من عاجل رجال فرقة الدراجين هنا بمنطقة أونفا، بمنطقة الحي المحمدي، هنا أمام محلات بيع المأكولات الجاهزة بالمجازر القديمة. جوج ديال الشابات في مقتبل العمر نزلوا من الطاكسي، وقيل ربما عندهم شي مشكل مع شي واحد كان معاهم شي حانة، تبعهم حتى لهنا وضربهم. اللحظة ديال النزول ديال النزول ديالهم من الصيغة ديال الأجرة، وقعت واحد المشادات كلامية وتبادل ديال العنف والضرب والجرح ما بين مجموعة ديال الأشخاص. كما كتشوفوا الضابط ديال سيارة النجدة طلب الأصفاد يعني المينوط من أحد رجال الأمن، لأن القضية كبيرة. شاب تبعهم حتى لهنا، وقيل على ما كيقول هو، على ما سمعنا بأن كيقول كان معاهم شي إحدى الحانات وهربوا عليه، خلص عليهم ولا الله أعلم، خلص عليهم وهربوا عليه، جا لهنا تبعهم ضاربوا ضربنين ضربك ضربنين ضربك. ولكن التدخل ديال فرقة الدراجين كان ناجع وعاجل، شدوا الوضع قبل ما يتطور. جات صيغة النجدة كيف كتشوفوا، والآن الكل في اتجاه مصلحة السمغة هنا بالمنطقة الأمنية عين السبع الحين. بهذه المناسبة كنوجه واحد التحية كبيرة لكل العناصر الأمن الوطني بالمغرب من طنجة للكويرة، خصوصا منطقة عين السبع الحين المحمدي، لأن تعرف شخصيا وغادي تكونوا لاحظتوا بأن ما خدمتش من يوم الجمعة المنصرم حتى يوم الثلاثاء. تعرضت السرقة هنا داخل أحد المحلات، المرحاض عشاء المستمعين الكرام، دخلت المرحاض خليت التليفونات ديالي، تم السرقة ديالو من طرف واحد السيدة. دخلوا رجال الأمن، رشعوا الكاميرات، عرفوها، تمكنوا من الإيقاف ديالها في ظرف ثلاثة ديال الأيام. كنوجه تحية للدائرة 32 منطقة عين السبع الحي المحمدي، كنوجه تحية كبيرة 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 لعناصر الشرطة القضائية في منطقة أمنية عين السبع الحي المحمدي، وعلى رأسهم السيد رئيس مصلحة الشرطة القضائية سي بن كيران، اللي حقيقة حسيت به بأنه كيتعامل ماشي معايا. أنا شفتو، أنا جلست واحد ثلاث أيام وأنا جالس تما في هذيك ماشي معايا، كيتعامل مع المواطن المظلوم بحال إلا خوه ولا ولدو، ولا كيتعامل معاهم كلهم بحال بحال. شاب في مقتبل العمر، يعني الاختيارات، يعني ديك الاختيارات ديال السي عبد اللطيف الحموشي كانت محلة. وفي أقل من 72 ساعة تمكنوا من إيقاف السيدة لإخوانة ليا اللي سرقت ليا الهواتف النقالة، واحد ديالي واحد ديال الإدارة. رجعوا، كنظن بانكم الى رجعتوا الفيديوهات ديال اللايفات ديال قناه الشعب غنشوف فيه، غادي تشوفوا بان ما خدمتش من الجمعه حتى يوم الثلاثاء. علاش ما خدمتش؟
بإمكاني أن نأخذ هاتف نقال آخر ونخدم، ولكن لا. وصير صح، وصير وصير الله يغدي. أنتم شوف هذا قاصر، وصير الله يغدي. يلا الله يغدي عليك، خليني نخدم على العموم. نكملوا بأن تحية كبيرة للمصالح الأمنية من منطقة عين السبع الحين المحمدي. سيد رئيس المنطقة الأمنية العميد المركزي، سيد رئيس الشرطة القضائية، الكل كنحييكم لأن جلست معكم واحد ثلاث أيام ماشي كصحفي كمواطن وشفت كيفاش كتعملوا. كنحيي السي شيبو أحد عمداء الشرطة القضائية في المنطقة الأمنية عين السبع الحين المحمدي، وبالضبط بمصلحة الشرطة القضائية، إنسان أكثر من طيب. كنحيي جميع 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 رجال الأمن للمنطقة الأمنية عين السبع الحين المحمدي على التفاعل الطيب ديالهم ماشي معايا، راه كنهضر على المواطنين، كنهضر على المواطن. ها انتم شوفوا هذا، هاو كنقول له حيد، ها انت هو كيجي قدامي. شوف كيفاش كيتعاملوا مع المواطنين. مشى هذاك العهد ديال القمع وديال لا، عهد اخر. نتمنى بان اي مواطن يدخل لمصلحة الشرطه القضائيه بامن عين السبع الحين محمد غادي يشوف التعامل الطيب والناس كيفاش دايرين تما. اقسم بالله العلي العظيم انك في مصحه خاصه ديال الامراض النفسيه، لان كيفاش كيهضروا مع الناس. اخويا الله يغدي عليك وولدي، ما كنتيش دير هادي. وانت شوف هاد المره غادي نقدموك، نتمنوا مره اخرى نجيو وما نلقاوكش كدير داك الشيء. الناس طيبين وعلى راسهم السي بن كيان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لهاد الناس اللي كيديروا مجهودات كبيره ليلا ونهارا بعيونهم التي لا تنام. دمتم في رعايه الله والى المبشرين.